الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتمادي واتكالي الا على الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله عليه افضل الصلاه وازكى التسليم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد نسأل الله الرحمة والعافية في ذلك اليوم Dear brothers and sisters, have the taqwa of Allah in your heart. Remember that one day you are leaving this dunya for another life. Remember your grave. Remember الصراط المستقيم. Remember the time when you stand before الله سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه ترجمان. We ask Allah to give us the تثبيت in this dunya and the hereafter. أما بعد فإن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا as he advises to send our salam and blessing to him on the day of Friday وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما There is a certain time on Friday if you ask Allah for anything whatsoever Allah will grant it for you as long as you don't ask for haram فنسال الله ان نكون من اهل الجنه يا رب العالمين ونسال الله ان نكون من عتقاء شهر رمضان اللهم امين اللهم امين فيا شهر رمضان ترفق دموع المحبين تدفق قلوبهم من الم الفراق تشقق عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصوم كل ما تخرق عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق عسى أسير الأوزار يطلق عسى من استوجب النار يعتق عسى رحمه المولى عسى رحمه المولى لها العاصي يوفق اذ رمضان lives have our tears and sadness our hearts are broken

for the one, those who became prisoners of their desires and their sins. We ask Allah subhanahu wa ta'ala and whatever left of the month of Ramadan, that we will find our freedom from al والمعاصي wal maasi And for those they were destined to go to the hellfire, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to free them and free us all from the hellfire, ya Rabbil Alameen. And may those اندلجي من in معاصي الذنوب توفين للتوفيق أنت هداية فرم الله سبحانه وتعالى رمضان يشرف على الانتهاء وقد تكون هذه الجمعة آخر جمعة في رمضان والله أعلم لي في رمضان والله أعلم قد رمضان is leaving us and leaving us very fast ibn al-jawzi rahimahullah yaqul in al-khayr idha sharafat nihayat al-midmar badalat qasar sibaq you watch the, the the horse racing in the field you know the last portion of the race and the سباق is very important so these horses will exert extra effort to make sure they win the race فيقول فلا تكن الخيل أفطن منك. Don't let the horses be smarter than you. نحن على أيام من اليوم العظيم من عيد الله سبحانه وتعالى لنجتهد في هذه الأيام المباركة لعل الله يكتب لنا رحمة. لعل الله يكتب لنا مغفرة. لعل الله

وإذا لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع For some reason if you did not do a good job in welcoming and receiving the month of Ramadan you better do something good in saying goodbye to the month of Ramadan نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا حسن الوداع يا رب العالمين يا أخوان نتصوروا أن الله سبحانه وتعالى وفي كل ليلة من رمضان له عتقاء من النار Every single night throughout the month of Ramadan Allah will select from his ibad May Allah make us among them ya Rabbi Some people and he will send them free and that's throughout the month of Ramadan If your name is not on the list yet We better work on the last few days to put our name on the list. اجتهد اخي اختي ان تكون على القائمه من المعتوقين من النار يا رب العالمين. رغم رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له الله، اللهم اغفر لنا يا رب. في خساره عظيمه يا اخواننا اللي ما يحصل على مغفره ربنا في هذا الشهر الفضيل. A big loser. The one who does not attain the مغفرة and the forgiveness of Allah سبحانه وتعالى. وكيف لا يغفر لنا وقد فتحت ابواب الجنة؟ كيف لا يغفر لنا يا اخواننا واخواتنا وقد اغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين؟ كيف لا يغفر لنا وقد هَيَّ الله ملائكة يدعون لكم بالليل والنهار. Just think about it, how in the world you will be able to miss that opportunity of getting the certificate of being among the maghfur lahum. Among those who will get the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala made everything for you to be able to receive the maghfira. The doors of the Jannah are wide open. May Allah make us among the people of the Jannah.

في نص رمضان آخر رمضان نكسل وكأنه الإنسان خلص يعني أخذها على الغارب Sometimes we get lazy middle end of رمضان But الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قا إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يزرعها فليفعل تصور القيامة ستقوم ماذا سيحصل لهذه الفسيله لهذه النبته الصغيره؟ العالم كله سيتدمر، الشمس والقبر والارض والنجوم كل شيء سيختفي الا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ومع ذلك يطلب منا الرسول صلى الله عليه وسلم ان ننهي عملنا. الله الرسول صلى الله عليه وسلم gave us this beautiful example that even if the day of judgment is about to take place and you have a plant you're about to plant go ahead and plant it if you can. To the end, wa'bud rabbaka hatta يأتيك al We need my brother and sister in the last few days of to push a little bit harder and better to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. انظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه من أجلي, من اجلي ولم يزد فيه عملي. The worst day of my life, that's what Ibn Mas'ud رضي الله عنه says, is the day where some of my اجل, some of my عمر, some of my life is decreasing and my أعمال is not increasing. Since the beginning of the khutbah, almost your life is shorter by 12 minutes. بس يا أخوانا من بداية الخطبة عمرنا نقص حوالي 12 دقيقة ولن تعود لكن السؤال كيف في نقصان العمر نزداد من الأعمال الصالحة the challenge is you have no control over the time you know you're losing but we have control over the أعمال and the things that we can do in that time الله بلسكم ان ذوس 12 13 مينتس تو بي ان ذا هاوس اوف الله سبحانه وتعالى تو انسر ذا كول الله سبحانه وتعالى استجبتم الى داعي الجمعه فاسعوا الى ذكر الله هنيئا لكم ذيس از الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره هي صلى الله عليه وسلم to have extra effort, more work, more عباده to Allah سبحانه وتعالى in the last 10 days of the month of Ramadan more than any other days. فإذا كنت تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم فاتبع خطاه واجتهد قليلا في هذه الأيام. لا نقول إنسان يأتي بأمور جديدة لكن افعل أكثر مما كنت تفعل. يعني إذا كنت تصلي التراويح وتروع على البيت صلي لك ركعتين قيام ليل زيادة إذا كنت تقرأ جزء من القرآن اقرأ جزء صفحتين إذا كنت تقول سبحان الله وبحمده مئة مرة عملها 150 مرة يا أخي إذا كنت تطعم مسكين عملهم اثنين إذا كنت تصل رحمك وسع الرحم يعني أول ما أسكن إن دولوس days دايز to تو كرييت نيو ثينج

Spend the last 10 days to be observant for ليلة القدر. ليست ليلة واحدة أو اثنتان. وطبيعة البشر كما يقول الله تعالى ولكل وجهة هو موليها كل واحد فينا عنده هيك مخه وعنده عقله وعنده اتجاهه في هذه الدنيا وعنده أولويات Each one of us we have our own goals our you know things to do. But the advice from Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ Regardless of what you plan in this dunya, all of you need to make sure you race for the akhirah. You look for a'mal saliha and good deeds. you have the Shah al-kareem, shahar ramadan shahar al It's a month of blessing. You know, just look at the barakah of the time. Many of you, many of you live in probably one or two hours a day. if you can sleep before Fajr, maybe an hour, hour and a half. And if you can sneak, maybe another one just before Maghrib or after Asr. And you're good than running. هذا من فضل الله عز وجل. ومن بركة هذه هذا الشهر الفضيل تعيش على سويعات قليلة من النوم. يغشاكم الله فيه. تصور هيك أن ينظر الله إليك نظرة رحمة في هذا الشهر الكريم. Just imagine for a moment Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala will look at you with His Rahmah, with His مغفرة You're set the rest of your life. فَيُنزِلُ الرَّحْمَةَ Allah will send His Rahmah. اللهم ارْحَمْنَا يا رب العالمين. وَيَحُطُّ الخطايا This is the month where Allah will forgive. يا Allah, forgive our sin يا رب العالمين. أغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ. اللهم استجِب لَنَا دُعَانا. Allah will accept your دُعاء. Now ask yourself, اسأل نفسك البارحة ساعة اثنتين ساعة ثلاثة أربعة الصبح هاي اللحظات اللي ينزل فيها الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ليس كمثله شيء ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه أين كنت أين كنت في تلك اللحظات اسأل نفسك إذا ربنا أكرمنا أن يستجيب الدعاء هل استثمرنا أن نكون في الوقت المناسب لاستجابة الدعاء Let's ask yourself last night and the last portion of the night where Allah will descend to الدنيا سماء الدنيا ليس كمثله شيء what you were doing at that time snoring flipping channels chatting eating or praying and making dua to Allah subhanahu wa ta'ala

تراويح قيام الليل الذكر القرآن taking care of اليتامى والمساكين and the orphans and the needy all these are opportunities do your best when it comes to your رحم your family members your relatives أروا الله من أنفسكم خيرا صلة الرحم يا أخواننا ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك

If you want Allah to make you live long and have a blessing in your life, لو سألت أي واحد منكم كلكم يرفع يده أنا. I want to be that person. The recipe is what؟ فَلْيَصِلْ <laughs> رَحِيمًا You need to be in good term with your رحم. Throughout the year we have our problems with brothers, sisters, and family members. لعلّها الأيام الأخيرة هيك تقربنا من بعض. نعفو ونصفح بإذن الله عز وجل. في هذه الأيام المباركة ما تبقى من رمضان أخلص النية لله تمتع بعبادتك وعمل لآخرتك In the last few days of the month of Ramadan re, renew your intention renew your intention for Allah subhanahu wa ta'ala enjoy your ibadah rather than looking at the clock and say الله، when the sheikh is going to finish Enjoy whatever you're sitting here either way, just enjoy it. Instead of counting how many rak'ahs gone and how many left, you know, enjoy the Taraweeh. فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهُنَّ وَطُولِهِنَّ This is the Habib Mustafa صلى الله عليه وسلم. حين كان يصلي من الليل يقول الصحابة فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ Don't you ever ask how long and how beautiful and how nice those two, three, four rak'ahs of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Enjoy your عبادة. The last few days enjoy your عبادة. Whether it's Quran, whether it's Sadaqah, whether it's taking care of the orphans or the needy or your Rahim and so on. Make your intention to Allah سبحانه وتعالى. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. كل ما تفعل في هذا الشهر لله عز وجل. لا تريد الاسم لا تريد الشكر من الناس. You're not looking for name and fame and thank you from people. You're looking to please Allah سبحانه وتعالى. Whatever you do in the month of Ramadan, just think it is for Allah سبحانه وتعالى. اعمل لآخرتك. Do something for your آخره. أبو ذر رضي الله عنه جاء إليه رجل فجعل ينظر ببصره في بيته.

قال إن لنا بيتاً الله أكبر نوجه إليه متاعنا الصالح the good furniture of us we put it in our new home we have another home we put our stuff the home of the آخرة بيت الآخرة هذا لنضع في الأثاث هذا لنضع في الأعمال الصالحة هذا لنضع في الحسنات فقال لا بد لك من متاع ما دمت هنا انت هون زبط حالك شوي يعني you're here as long as you're here just please get something فقال إن صاحب المنزل لا يدعونا فيه إن صاحب المنزل الله سبحانه وتعالى لا يدعونا فيه maybe what you say is right But the owner of the house, Allah subhanahu wa ta'ala, will not let us stay here. So we need to invest there, not here. والله الأسبوع القادم أحد الإخوة عنا في <applause> دالاس أحضر أبوه من الهند حتى يحضر تخرج ابنه حافظ للقرآن الكريم أخذ تذكرة قادم عودة إيابا وإيابا This brother from India brought his dad, brother Munir. His son graduated as a hafiz. And he wanted to have the blessing that his son will come and uh, his father will come and, and, and attend the celebration. And he did. Al Ahad Allah, subhanahu wa ta'ala. Sunday, the father passed away. He has four, five, six doctors around him. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيت. When it's time, it's time. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي ارض تموت. رمضان is leaving and our life is leaving us. رمضان is moving away

من أبناء الآخرة be from the customers of the آخرة ولا تكون من أبناء الدنيا don't be from the customers of the dunya فإن اليوم عمل ولا حساب today there is عمل no حساب وغدا حساب ولا عمل tomorrow there will be question judgment day and no chance for عمل أخوانا بقي أيام قليلة من رمضان استغلوها للقرب والدنو من الله عز وجل take advantage of the last few days of Ramadan to get closer to Allah سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله ليكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين أما بعد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له These are the three things that Allah صلى الله عليه وسلم bring to our attention that will help us after we leave this dunya هذا ما ينفعك في الآخرة اجتهد أن تعمل صدقة جارية اجتهد أن تستثمر في العلم اجتهد أن تربي أبنائك لعل أحدهم يقول رب اغفر لي ولوالدي invest in a صدقة جارية invest in education invest first and most in your children so maybe one of them will make دعاء for you. but الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة في رمضان. the best of صدقات is the one you do in the month of رمضان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جوادا كريما. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويلقاه كل ليلة الرسول صلى الله عليه وسلم used to be generous. so if you love محمد صلى الله عليه وسلم you need to show and do generosity بإذن الله عز وجل. He used to be generous, especially in the month of Ramadan, especially when he met Jibril and كان يقابل جبريل كل ليلة. Every night he used to meet Jibril عليه السلام. Every night was given and صدقة for رسول الله صلى الله عليه وسلم. And what is better صدقة than building the houses of Allah سبحانه وتعالى. ما هو أفضل؟ يعني من من صدقه ان ان تعمر وتبني بيت من بيوت الله عز وجل، اسال الله سبحانه وتعالى لكل من ساهم في هذا البناء يا رب العالمين، وشراء هذه الارض بجهد او مال او عمل، اسال الله ان يعطيهم قصرا في الجنه. I ask subhanahu سبحانه وتعالى for any person who participating in building this place يا رب العالمين، with the land, the building, the money, the volunteers, I ask Allah to grant him a place in the Jannah وكما تعلمون اخواني هذا هذا بس مؤقت هذا المكان اللي احنا فيه المسجد ان شاء الله الكبير المسجد العامر سيكون ان شاء الله في الباركن لوت في الامام باذن الله عز وجل ونحن الان في صدد الرسومات مع البلديه والمهندسين as you all know this is temporary here the, the the real masjid will be behind inshallah and already the engineers started their work with the city and the drone فلنحتاج ان شاء الله في هذه الجمعه المباركه في هذا اليوم الطيب ان شاء الله نحتاج جهودكم ان شاء الله باذن الله عز وجل لعلنا نجمع بعض التررعات ولمسجدكم ليس لدالاس ولا شيكاغو ولا لكاليفورنيا لكم ان شاء الله لجاليتكم باذن الله عز وجل. هذا الاستثمار رابح باذن الله عز وجل. I ask my brother to invest with us ان شاء الله in, in in making sure this project to come up ان شاء الله very soon and to start the construction of the masjid باذن الله عز وجل. لذلك نطلب من الجميع ان شاء الله هيك اهل الكرم اهل الجود ان شاء الله ان يكرمونا ان شاء الله بعد الصلاة تبقوا معنا هيك دقيقتين ثلاث إن شاء الله على عجالة بما تستطيع لكن عندي طلب أن لا تخرج وإلا تساهم بشيء حتى ولو بدولار وإذا ما معك مصاري ولا فلوس بس أدعو الله للمشروع والقائمين عليه وهذه صدقتك في هذه اليوم إن شاء الله I ask my brother to please one thing. make sure you do something إن شاء الله

واذهب البغض والحسد من قلوبنا، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا يا رب العالمين، اللهم فرج كرب اهلنا في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي باكستان وفي افغانستان وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم كن معهم لا تكن عليهم، اللهم زدهم لا تنقصهم، اللهم اكرمهم لا تهنهم، ليس لهم الا انت يا الله يا كريم يا رحمن وعدك الذي وعدت يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا في هذا المقام مريضا الا شافيته، اللهم شافي مرضانا ومرض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظنا احفظ أبناءنا وبناتنا وأزواجنا من كل سوء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير ما سألك به حبيبك محمد والصالحين ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به حبيبك محمد والصالحين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون مثّل نُورِيَةِ كمشكاتها مشكاهها من, فيها من